نداء من مركز القيادة. نداء من مركز القيادة. نعيش الآن في عام 2026، حيث أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة الروبوت الجوال زايد روفر 1 لاستكشاف ودراسة سطح المريخ، لكن للأسف حدث عطل مفاجئ لهذا الروبوت وانقطع الاتصال به قبل الانتهاء من مهمته. لذلك تم تكليف مركز أبحاث الفضاء الإماراتي بتكوين فريق من العلماء والمهندسين لإطلاق الروبوت المتطور خليفة روفر 1 بهدف استكمال المهمة وإنقاذ المشروع. مهمة شبه مستحيلة تحتاج لفريق لا يعرف المستحيل. هل أنت أهل لها؟ مسابقة استكشاف المريخ، تحدي الأمل.